هذا جيت هذا 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 غاية سفيان نقول قول تحية الجزائر. تبغي الفريق الوطني؟ تبغي الفريق فريق وطني. تفرجت الالجيري عجباتك؟ تفرجت لها كاع. سفيان كيراك داير؟ غاية لاباس؟ مع من راك؟ راك مع محمد وأيوب؟ ولا محمد؟ كيراك داير محمد؟ أنت خوه ولا صاحبه؟ لا صاحبه، تعاون أنا وخوه. أنت دايما عنده هنا في الدار دايما؟ دايما نعاونو ونرفدو ونروحو بيه نحوسو بيه، نمشي دايما معاه. شكرا بارك الله فيك، وأنت؟ وأنا يا أيوب خوه. انت الصغير ولا هو الكبير؟ الصغير انا هو كبير. انت هو الصغير؟ انا الصغير. ويوميا معاه؟ دائما معاه دائما، صافي كان الوقت هو معايا ملي كنت صغير هو نزر نرفد. تخرج شويه برا وتخرج؟ دائما معايا كل يوم. الكروسه عيانه عنده ولا؟ شويه وما ما عطاوهاش، هما غير ناس خير عطاوها على هذه في سبيل الله. كل خطرة نقول لهم مدوا لي ما يمدولهاش. شكرا. كيراك داير؟ لاباس؟ شنو عندك من عام سفيان؟ 29 عام 27 عام 36 الله يبارك. راك شويه مغبون في الكروسه ياه؟ راك تحوس على واحده تكون ان شاء الله جديده، هذه ماشي تاعك. ماشي تاعك. لا السلام عليكم. زرنا اليوم صديقي وهو اخي وفي نفس الوقت صديقي سفيان. رحو سفيان عنده 27 سنة. الحقيقة تعرفت عليه في البلاصيطة، كان واحد من المشجعين تاع الفريق الوطني وكان يوميا تعرفت عليه. اليوم سي سفيان عنده كروسة هو مسلخها وراه شوية ثقيل والكروسة ضيقة، يتمنى من الإخوة المحسنين باش يعاونوه باش يجيبوا له كروسة تكون واسعة شوية. تعرفت على الزملاء تاعه مع خوه ايوب ومحمد. الحقيقه هما حكاو لي القصه تاعه، ما قدرش نسجلها كاع. هما دائما مغبونين معاه لان هو الانسان هو معوق مسكين من ذوي الاحتياجات الخاصه، وبما انه شويه ثقيل والطريق عيانه هما الحقيقه راهم يعيو معاه، ولكن الله غالب السيب عليهم لان علاش يعتبر منهم منها خوهم منها صديق تاعهم. نتمنى ان شاء الله من الاخوه المحسنين الناس اللي يعرفونا باش يعاونوا خويا سفيان ويجيبوا له كروسه تكون واسعه كبيره ان شاء الله، حتى تكون كروسه تاع موتير يعني ناريه ان شاء الله بحول الله. لان علاش؟ لان عنده 27 سنه ما راه قاعد هنا في الدار ما يخرجش، لو كان ما يخرجش خوه ما يخرجش صاحبه ما يخرجش، قاعد هنا كانه مسجون. وحنا الغالب لازم يخرج. قلنا له اش عنده وصيك كل يوم يقولوا لنا غدوة عام طولوا علينا ما جابوا لهش ذاك الوصا. احنا نتمنى ان شاء الله باش يعاونوه، نتمنى الاخوه المحسنين يعاونوه لان سفيان مرح يضحك فرحان، دائما يضحك فرحان ويبغي الناس ويبغي الفريق الوطني، يبغي لا جوناس تاع المالح، يبغي يخرج يشوف الناس يتعرف على الناس. متمني تروح للبحر، متمني يروح للبحر، يروح يحوس يروح يلعب. نطلبوا ان شاء الله بحول الله يعاونوا الناس يعاونوه في سبيل الله. ونعرف بلي الزملاء تاوعي والاصدقاء والاخوه المحسنين نعرف بلي ما يلبوا لنا الرغبه نتاع خويا سفيان، وان شاء الله يجي يزوروه في اقرب وقت ويجيبوا له كروسه ان شاء الله تكون كبيره.